نبدأ الجلسة الأولى من جلسات البحوث في هذه الندوة. فيها ثلاث أوراق عمل. تضم الجلسة ثلاث أوراق عمل تقدمهن ثلاث من الحسنوات أستاذات المرأة. أنا شاعر الحسن شكرا الغوين مش هم الغوين اللي هيعتبروهم الغوين. الورقة الأولى أستاذة الدكتورة إلهام عبد الحميد أستاذة رئيس قسم الملاهي وطرق التدريس في معهد البحوث والدراسات التربوية في جامعة القاهرة ورئيس خبراء التعليم في الحزب المصري الديمقراطي الائتماني والأستاذة الدكتورة سهى ليكي أستاذ الطب السمعي بجامعة الزقازير وعضو لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة أستاذة الدكتورة هدى مصطفى عبد الرحمن أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة سوهاج. نبدو تسجيل الملاحظات كتابة والمناقشات في نهاية المناقشات. السؤال سيوجه إلى المتحدثة باسمها السؤال للدكتورة فلانة في بعد انتهاء عرض الورقات الثلاث. يعني لن نتحاور عقب كل بحث. الدكتور احمد نبدأ بالأستاذة الدكتورة إلهام عبد الحميد 10 دقائق.